طب تعالى مين معانا يا جماعة؟ كابتن احمد صلاح، يا صباح الفل ولا مساء الفل، ما اعرفش عندك صباح ولا بالليل يا ابو الكباتن يا جميل. الاسطورة حبيبنا الاسطورة ده، ايمن اسامة، احمد اسامة ومحمد فارس، بيقول لك صباح الفل يا اسطورة. صباح الفل عليكم جميعا يا رب. تسلم ايديك حبيبي حبيبي كابتن احمد، والله الف 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 شكرا. والله تسلم ايديك بجد، تسلم ايديكم كلكم، يعني انتم عايشيننا يا احمد. ربنا والله انا بقول احمد عشان انت حبيبي بس واخويا الصغير يعني، فانت كابتن الكباتن، شرف ليا يا كابتن. ربنا يعزك يا رب بجد، معايشيننا يا ابو حميد في حاله من النشوه والفرحه والسعاده. انتم بجد انتم مفرحيننا يا جماعه، انتم مفرحين الناس، وانا بحاول كل شويه اوصل الحدث ده للناس عشان الناس يعرفوا قيمه النادي الاهلي في كل اللعبات. وانتم النهارده في كاس العالم في البرازيل بتفتتحوا البطوله بهذا الانتصار الكبير، احكي لي. الحمد لله رب العالمين، ده كرم كبير جدا من ربنا والله، ودعم الاداره ودعم الجمهور، الحمد لله رب العالمين والله. احنا تعبنا جدا الفتره اللي فاتت دي، وده كان يعني ده كان الحمد لله يعني ده المجهود اللي الحمد لله مرش على الارض، يعني ربنا كرمنا النهارده ودي كانت بدايه، وربنا يكرم اللي جاي ان شاء الله. طيب ابو حميد، يعني عندنا بكره مع بطل ايران مش كده؟ مظبوط. ماتش صعب شويه، الساعه كام؟ عندنا 10 الصبح عندكم في القاهره، الساعه 3 العصر. احنا المفروض بالنسبه لنا احنا بعد كام ساعه؟ ربنا يكون في عونكم والله، بس يعني الفريق الايراني انا عارف الفولي في ايران صعب شويه. هم فرقه كبيره طبعا، فرقه محترمه، بس احنا الحمد لله برضه فرقه كبيره وفرقه محترمه. وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل اللي علينا، والمكسب والصبح ربنا بيسلم معاك، احنا نعمل اللي علينا يعني. اللحظات الصعبه اللي في المباراه النهارده، فوزنا بالجيم الاولاني، خسرنا الجيم الثاني، وبعدين الثاني والثالث، والثالث بقى اسف الرابع بالنسبه لنا، واحنا في يعني النهايه الاحتكام للفار. احكي لي شويه. والله يا كابتن احمد يعني طبعا اول حاجه الموضوع يعني الصاله حر جدا جدا، الرطوبه عاليه جدا 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 جدا. طبعا يعني ممكن بعد كل كام بونت كده تلاقي الناس مش عارفه تاخد نفسها، بس ده طبيعي هنا طبيعي، بس الحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه، والماتش كان صعب طبعا جدا، لكن احنا الفرقه رجاله وقد المسؤوليه، واحنا ذاكرنا الفرقه كويس جدا، والحمد لله كل اللي حصل في المحاضره نفذناه، عشان كده الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله رب العالمين. دايما بنخاف يا ابو النجوم لما بنعمل حاجه محترمه وجميله بنيجي بعدها يعني بشويه كده ما بتبقاش النتيجه تمام التمام، فيعني اكيد عاملين حسابكم ان انتوا عايزين تفرحونا كلنا يا ابو حميد. والله جت احنا رايحين البطوله دي زي ما قلت قبل كده، وقلت في كل حته ان احنا مش رايحين اداء مشرف، احنا رايحين نعمل حاجه للنادي الاهلي ومصر كلها، نفسنا نعمل حاجه كبيره، ان احنا فرقه كبيره ونادي كبير، واحنا مش اقل من اي فرقه موجوده في كاس العالم للانديه، فده كان هدفنا، والحمد لله كانت البدايه موفقه، فباذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، احنا بس محتاجين الدعم الكبير من الجمهور الاهلي، وده يبقى دايما ورانا، ان ده اهم حاجه بالنسبه لنا، طول ما هم ورانا احنا نبقى مطمنين ومرتاحين ان هم في حد بيطمنا يعني. الجمهور قالب لك الدنيا على فكره، والقناه هنا عاملين لك شغل احلى شغل واحلى. انا لسه ما شفتش والله يا كابتن احمد، لسه خارج من الماتش حالا. ما هو احنا بنوريك اهو يا عم احمد، اهو بنوريك وبنسمعك اهو. حبيبي حبيبي يا كابتن، كل الجمال بتاعكم. عايز بس اقول للناس انه ان شاء الله باذن الله في حاله تخطينا بطل ايران بنصر مربع ذهبي، صح كده؟ مظبوط يا كابتن باذن الله. هم 8 فرق صح؟ مظبوط. احنا نبقى في نص كاس العالم للانديه يا ابو حميد، دي ايه بقى؟ يا رب اقسم يا رب. بالله يا احمد ده امنيتنا والله. بص هعمل لك عزومه انت ومن تحب، ماشي؟ حبيبي فيها كل الغالي والنفيس، بدءا من الطماطم والجبنه القديمه والجبنه الجديده والجبنه الرومي. محتاجين الكلام ده والله. لا والله بص عزومه سي فود ان شاء الله في حاله وصولنا للمربع الذهبي، ما فيهاش لا فارس ولا اسامه. ليه بقى؟ لا ماشي يا اسطوره. الفرح كده اسطوره، ياكل لحمه. احنا اسم احمد قلنا اسطوره. اسطوره صحيح. يعني الاسطوره هيروح ياكل لحمه. حبيبي يا ابو حميد سلم لنا على مستر فرناندو، وسلم على النجوم كلهم من اولهم لاخرهم، وهتبيتونا ليله سعيده يعني ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، عقبال اللي جاي كله باذن الله. حبيبي يا نجم، نجم النجوم كابتن احمد صلاح، الحاجات الجميلة. شكرا جزيلا، مشكورك.